لكم انتم دومنا اليوم غير اسحكم سحيل هاكم دوشيش حبيبي خاف عبالك صغير وما اعرف العب هاكم لعبة نجوشيش هلا شوف ايش عندي عمي والله طلع بيكم بلا خوش تعرفون تلعبون عبالك هاي شنو رب قاعدتون راح تصيرون اسحب قلت لك من البدايه ما تقدر انه هي قوه يلا طب اصبح هنا اوه نسيت ما وديتن اي حقك اذا ملتهي بالدومينو والموبايل ما تدري الدنيا صاير بيها دقوم وديهن قوم وديهن يلا بسرعه لا بابا لا شوف قاعد العب دومينو ترى هسه قاعد كنت نايم يلا ودي فلوس الكهرباء صح هسه وديهن شباب بنرجع نكمل اوكي يلا خلينا نكمل لك هذا الذات ايش ما تسال واني صاحبك هو اكو واحد غيرك بالذات وما يسال صير احسن من عندي وانت اتصل علي ايش راح تخسر هي مكالمة على واتساب ومجانية هم يلا قل لي ما عندنا انترنت بهالوقت هسه تنسى الموضوع ما تقول ايش طالع اليوم شنو كيكه وحركات وقالك علي امورك توب عمي ولك لا تتغزل بي ترى اخجل ثاني شيء حبيبتي ما تقبل اوه يا قلبي بس تريد الصراحة الفلوس عم مبينة بيكم لك انت بعدك الدور مظاهر شفتني كاشف جايك بسيارة قلت الفلوس مبينة بيكم ايش شفتني ترى السيارة طالبها من ابوي جايك بيها عادي لك ها حيدوري صار من هذا النوع تطرد عيون عم تقول يا الله على شنو تطرد عيون ايش شفتني فاتح للشركة على حجك هذا غير تفتح لك ست مولات باسمك وما يبين عليك محمد يعني يصير عنده فلوس اللي يتغير على العالم حرام يبقى نفس ما هو لو ما يصير يا معود حيدر دكافي مو شلعتك قلبه هواية بكيت حمود لا شوفني هيجي ترى عايش ويا مرت ابويا وبالضيم يا حالي ومشاكل اللي ما تخلص حبيبي حيدوري ترى اعرف كل الزين قلت الشقه وياك مو تزعل لا حبيبي ولا يهمك هسه ما قلت وين نروح يا معود ما اقدر خايل مشينا يعني العزيمه عليك اليوم هذا وضع ليه يلا يا الله شو؟ لا هذا حل غلط تعال شلون ينحل؟ تعال خلي اشوفك الحل شوف هذا الحل مالته اوكي يلا حل ان شاء الله انشهد على باشر يا الله ها عفوا ولدي جاي درسون اي بابا حيدر وين حيدر طالع يعني بعد ما رجع اي بعده اوف منه ما وصيت على حاجه وريحني الا ايش لا قلبي خله خبر اشوفه وين راح هذا اللي تولى الو هاي انت وين؟ صار لك 4 ساعات برا، اثول وصلتك على القرار جيب من تعال، شلعت قلبي ما في اليوم دزتك على حاجه وجبتها بسرعه، ثول ثولك هو بس مو صوتك، صوتي دزك يا اثول. اقول لك بابا بس راح نروح للسوبر ماركت هسه نجي ما نطول دير بالكم انتم تعبرون الشارع ولادي عندكم فلوس اي بابا عندنا يلا دور روح بسرعه تعال السلام عليكم اوه خيرا شرفت يا شفيه جبت المسواق اللي وصيتك عليه جاب على كيفك المسواق جبته ثاني شيء اتصلت علي وصيح وصاير اعصاب خير خو ما صاير شيء لا ما صاير شيء تمام اقعد عند حكايه وياك تفضل بابا من غالي انت تشتغل وانت تصرف على البيت عرفت لو لا اي يا تمام ما ابي شيء بس انا ما عندي راتب حتى اتحمل هاي المسؤوليه عادي تقدر تشتغل وتصرف على البيت وعلى نفسك هو شغل فد معضله زين بابا شنو سبب هذا الحكي انا اول مره اسمع من عندك ماكو اي سبب بس اريدك من غالي انت تصرف شنو بابا انت حارب لقمت حتى تطلع اشتغل هيدا لا جادني افتهمت لا بابا افتهمت كل زين عاد احكي كم كلمه لا تزعل علي ولا تاخذ غير نظره علي قول يا شفيه ايش عندك بابا حالتنا الماديه الحمد لله والشكر وراتبك ما مقصر فعلى شنو انا اطلع اشتغل
هل انت موجود؟ بابا خلي ببالك لو احنا محتاجين وحياتنا متضرره انا اطلع من ذات اشتغل بدون ما تقول لي. اي هذا هو قوم اطلع اشتغل من باكر وبلش. اي هو هذا عشمة الابو لازم يعتمد على نفسه يطلع يشتغل. بس اكيد هي محرصتك علي مو؟ لا انا متاكد حتى اصرف عليها. وقت جاي سولف انت شنو قصدك بهذا الحكي؟ ما اقصد شيء بس بابا الضرر صار بنا كله بسببك. اذا انت مو قد المسؤوليه شك مزاج مره ثانيه. انشب اسكت انت تعرف جاي تحكي. بابا ما حكيت شيء غلط انت ما تفاهم ما خذ سياحه وهوسه من حق زوج اثنين وثلاثه واربعه يا ولد قدامي انه ما كل ابنك يعلمك سوى اللي سوى لك اي والله نبع علي الحيط ارجع حاسبنا ماما شلون الشيخ بارج والله احنا الحمد لله خير من الله ماشي الحال مودي دا يقرا الحمد لله لا ما بي شيء بس شويه صوتي متغير شويه تعبان ان شاء الله على الاسبوع الجاي نجيك واصل سلامك سلمينا خذ راحتك حبيبتي هلا بك هلا باي شلونك؟ الحمد لله. اقول لك بابا ليش قبل شويه صايع عليك؟ لا ماكو شيء هيك. شلون ماكو شيء؟ هذا العياط مال قبل شويه شنو؟ مو انت ما تعرفه اي شيء احكي لازم صايع علي. ماخذ بالصياحه وبعركي. حسن ما يطيقني ولا عبالك ولدي. من يوم ما عاف ماما وزوج مره ثانيه تغيرت حياتنا، مستحيل ترجع نفس قبل. كل هذا اللي يصير بينا بسببه. اللي براسي تسويه واحنا واقعين بيه، شوف ايش صار بينا. يتبهذلين وبتضيع يا حالنا حتى ما يهتم بينا ذاك الاهتمام زين ليه صيح عليك؟ خبرني صيح وجيت وحكيت وياه شويه يقول لي تعال روح اشتغل واصرف على البيت خبرها جامد اذا اصرف على زوجتي انا ما تعرف فوق ما طلق امي بهذلنا صدق تحكي انت؟ مو الفلوس اللي انطيني اياها ثارت علي خطيه حتى يصرف عليها ما تقول هو شطين حتى يقطعها، خليه يقطعها. زين هسه انت ايش راح تسوي؟ ليش شيل هم معود؟ راح اعوف على باكر، هسه احس عصبي وتجي في عطقات. يلا انا راح انزل اقرا، لان اقول للبابا دخل لي مدرس خصوصي يقول مصرف ما يكفي. اي هو هاي، ثمان اشياء مصرف ومصرف. يلا حبيبي مع السلامة. يلا. حيدر ترى الباحة سيف حكى عليك وقال ليش ما اجى؟ وقال ما تلتقي ويانا، شنو السبب ليش ما جيت؟ صاير شي لا سامح الله؟ والله حمودي بدي اجي. الباحة صارت مشكلة بالبيت وحتى انكسر راسي وما اجيت. شنو السالفة حيدوري؟ يومين صار مشكلة عندكم؟ اي والله يومين سالفة. فاعتذرنا من سيف لين ما جيت البارحة. لا شيل هم ضلعي. اعتبرني مثل اخوك وش تحتاج انا موجود؟ والله تكفوا منك، ما تقصر. حيدور احكي لي شنو صاير ولو بدون تدخل. والله حموده ما صاير شيء بس الباحه من رجعت من عندك ابوي سمعني كم حكاه وضوجتني بيقول لي اطلع اشتغل وساعه مرت ابوي تتحارك وياي وما تريدني بالبيت والحل والربط كله بيتها وما يقدر يحكي وياها بالقران لعبان نفس حس السامع وطالع روحي. والله التزين العداني مطردني ابوي بسبب مرته وهسه انا عايش ببيت خالي. وانت تعرف بعد الامور شلون تعبانه. اي والله وقت معود حتى خاله يريد مني مصرف وانا جاي اشتغل يوميا وما الحق على نفسي بس ايش اسوي حيدوري؟ واحد يريد يعيش. عمي العيشه بهالوقت صارت صعبه تدري؟ اي والله بس نسوي نقول الله كريم